السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام مع اخواتاتي، وش رايكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيات. راني وليت معاكم اليوم تاني بفيديو تاع البيع والشراء، ان شاء الله يعجبكم لي زارتيكل اللي حطيناهم اليوم. اقعدوا الى اخر فيديو، كاين بزاف حوايج شابين وكاين حوايج مختلفين. كاين تاني واحد البيعة من نوع مختلف جدا، ومن بعد تشوفوها وفوالا. دونك ما تنسونيش بتعليقاتكم الزينة كيما دايما هكذا. واللي حب تتصل بيا ولا حب تبيع اي حاجه رايحه تلقى في اول تعليق ولا في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط تاع الفيسبوك ديالي. ابعتوا لي على الميسنجر البنات، ابعتوا لي الفيديو نتاعكم، ونخلي لكم تاني الفيديو اللي تشوفوه يعني باش تعرفوا كيفاش تصوروا حوايجكم هكذا، كيفاش تصوروهم واش لازم ديروا لهم وكيفاش تشدوا التليفون اي تو اي تو لي ديتاي. وابعتوا لي صوروا الفيديو تاعكم، فيديو قصير الله يرحم والديكم، وديروا فيها كل شيء لي ديتاي. تصور ما بقيتش نشدهم، ديروا لي كل شيء يعني، حطوا الصومه، حطوا لاطاي، حطوا نيميرو التليفون وبعتوهم لي، وانا نحطهم لخواتاتي ما كان حتى مشكل. هام ليك دونك كاين معانا حوايج بزاف شابين كما قلنا اليوم. هاي الاخت هاديه معانا في الاول كامل الا شفتو اونفان تكونوا شفتوها، لو بيترا هذاك الجديد في الكرتونه ديالو البنات، دار 1,800,000. هنا عندها تاني اون روب كابيل بزاف شابه، نظن توال من العرايس باسكو فيها البرنوس. لا روب كابيل كامل بدوزانها بلا بوشيت كامل، هذه تحسب فيها 3,000,000. لو بيتران تحسب فيه 1,800,000 كما قلنا في الكرتونه ديالو. وهامليك لي بيجو كابيل، هامليك لي بيجو بيربير عندنا من هذا الجهه، دوك تشوفوهم داروا تحسب فيهم 500,000. المهم البنات ما تقولوليش الحوايج غاليين والحوايج ماشي شابين وشيفون وهذه. البنات انا ما راني الا فاعله خير، يعني حبيت دلاله خير كما نقولوا احنا بالعاميه، حبيت نعاونكم. انا الا كانوا الحوايج شابين انتم اللي بعتوهم، والا كانوا ماشي شابين انتم اللي بعتوهم، انا نحط لكم واش تبعتوا لي. حاجه واحده اخرى بين قوسين البنات، الله يسجيكم، نقصوا شويه هاد الايامات، ما تزيدوش يعني ماشي ما تزيدوش تبعتوا لي، نقصوا شويه لو ريتم تاع الحوايج. اللي عندها دركا اي حاجه، اي حاجه باغي غير الحوايج البنات، اي حاجه باغي غير الحوايج تبعتها لي، وان شاء الله يعني باش ننوعوا شويه نقصوا في لو ريتم تاع الحوايج باسكو بزاف حطينا سورتو الحوايج تاع التصديرات وكا، على بالكم نشدهم عليكم ماشي ما نشدهمش، لكن جو بريفير باسكو كاين بزاف طلبات على باغ اكزومبل يحبوا طابله بالكراسه، يحبوا ان لي سوبر بوزي. كاين طالب تاني بزاف راهو يجيني على اللي عندها ذهب مستعمل تحب تبيعه، ممكن تاني شوفوا اي حاجه حبيتوا تبيعوها ابعتوها لعندي ونقصوا لي. الله يحفظكم تاني البنات، طلب مهم جدا جدا. كاين واحد الامور واحد الحوايج ما نقدرش نحطهم، ورامي يلحقوا لي عليهم تعليقات يعني خايبه كما نقولوا، يلحقوني لي انا يعني نحيهم باش ما يوجعكمش قلبكم. واحده تحط لي بليغه تاع نيلون قديمه، واحده تحط لي حطوا يعني حاجه كمان تكون شويه يعني مناسبه. الله يحفظكم، انا هدرت بزاف، نخليكم الى اخر فيديو، اقعدوا حتى الاخر قلت لكم كاين حوايج بزاف شابين اليوم. وما تنساوليش لايكاتكم، الا مازال ما درتوا لايك ديروا توتشيت، وإلا مازال ما اشتركتيش ديري اشتراك، ما تنسيش تفعيل الجرس. نحبكم بزاف بزاف، غرو بيزو ليكم، سلام سلام. السلام عليكم، جبت لكم هذا الفوتي فورم ال، راني حابه نبيعو. نولي كيما راهي باين لكم، راه ان بون ايطا، زالو مليح، يرفد 7 بلاص. هاوليك هاوليك كبير و كونفورتابل، و جايين مع هاد لي بوف، تقدروا ديريهم دي بوف ولا اون تابل باس، تزيدو لهم غير كاش عفسه من الفوق، اون ناب ولا كاش حاجه. فيه 7 بلاص كيما قلت لكم، وفي هاد المخايد جايين كبار. هاوليك هوريك فيها الديكور من الجنب، ورجليه جايين عفسة صغيرة اون بوا. هوريك
ما راه يبان لكم، مازالو هو هو، حاجة مليحة بزاف. هاليك بون، راني دايرته 4:30، واللي راهي مهتمة تعيط تليفون. ان شاء الله هنا نتفاهمو. هلا، يا سلام عليكم. الآن الآن شو ميزي نفس أشياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه فيلا للبيع، طابق أرضي زائد طابق الأول زائد لاتيراس، جاية في حي سي إسماعيل قايدي بلدية بوتشكيفان ولاية الجزائر، قريبة من كل المرافق. المساحة الإجمالية 244 متر مربع، المبنية منها 125 متر مربع. الطابق الأرضي فيه مطبخ مجهز، مرحاض، حمام، 3 غرف، واحدة مجهزة بخزانة حائطية زائد صالون كبير. أيضا فيه رواق مجهز بخزانتين زائد مكيف هواء، مسخن ماء، مدفأة. الفيلا مزودة بمكان لركن سيارتين اثنتين زائد ساحة وحديقة خلفية. الطابق الأول نلقاو فيه مطبخ، حمام، مرحاض، 3 غرف، صالون زائد رواق كبير مفتوح، مكيف هواء، مسخن ماء ومدفأة أيضا. الطابق الثاني فيه لاتيراس، طبعا فيها بيت الغسيل. ملاحظة، ممكن إكمال بناء الطابق لمن أراد. فيها واجهتين، فيها تهوية مشمسة، مكان هادئ ومريح. الأوراق اللي فيها عندها عقد موثق، والثمن اللي طلبناه هو 3 ملايير و800 مليون، قابلة للتفاوض. لمن يهمه الأمر الاتصال بالرقم الموجود على الفيديو، وشكرا جزيلا لكم. سلام خياتي، جبت لكم اليوم هذا لونسومبل تاع الشتاء، قماش ديالو بلون بالدوغي، حاجه شابه مخدوم بلي بيير، حاجه شابه. راكم تشوفوا خياتي في لاطاي 40، مي فريمون يلبس 36. هذا ماشي من البوس، انا لاطاي ديالي 38، مي ما جانيش دي فوستاي. خياتي طالبة فيه 300 ميل، لي همها الأمر تعيطلي في 0541-99-22-22. سلام خياتي، عندي كوم دوزيام توني، هاد القفطان المغربي، العقاش ديالو حر بيان سور كما هو يبان قدامكم، وفيه دو بياس، فيه الدخلاني ديالو، فيه من الفوق هذيك لاموسلين ديالو في الغاز. يلبس من 38 حتى ل 44، وبزاف شباب ويوالم بزاف العرايس. راني طالبه فيه خياتي 1,200,000، وفيه مساعده، وندير لكم ان بون بري، ما كاش مشكل. خياتي اللي همها الامر تعيط لي في الرقم 0554-22-49-92، وانا راني في بوفاريك. مرحبا. سلام البنات، اليوم جيتكم بهذا الطابل الصالون مونجي، ني راهي انتيريسي، تعيط لهذا النيميرو. صفر ستة، صفر خمسة، 59، 92، 62، 86.
قندورة قسنطيني 46 كمية تعرف تعمل لا كورا مو شابون وزهركم دودو ما يشم حد دابرك ينفوت تحديد